النهايه برضو يا كابتن ماهر زي ما الكابتن عادل بيقول ان معظم الاتحادات الاوروبيه واخده هذا القرار، لكن قالت ان لو جه شهر اخر خمسه مثلا هيبقى من الصعب عوده الدوريات. اكيد يا اسلام في سيناريو بيتحط واخد بالك للكوارث بهذا الشكل بالنسبه للرياضه. الاتحادات الانجليزيه يعني الاتحاد الانجليزي فكر ان هو ينقل الدوري الانجليزي خارج انجلترا ويعملوا كل 3 ايام وبدون جمهور، يعني في سيناريوهات موجوده بالنسبه للاتحادات ديت، لان هم صعب جدا يلغي، لان الالغاء هيحصل ضرر بشكل كبير جدا بالنسبه لمنظومه كره القدم. واحنا شايفين يعني حتى بعض الاتحادات بتطلب من اللعيبه المحترفين نتقلل من رواتبهم خلال الفتره القادمه، فده بيعتبر يعني خراب على الرياضه المصريه. لكن حته الالغاء ده انا شايف ان السيناريو ده يعني بعيد بالنسبه للاتحادات. احنا خبره كمان في الحاجات دي يعني الرياضه المصريه خبره، يعني كره القدم المصريه خبره. واحنا بدانا كمان احنا ممكن احنا الدوري الوحيد اللي كان بيتلعب من غير جمهور ومذاع خلال الفتره اللي فاتت، سبقنا حتى يمكن الاتحادات الاوروبيه او العالم ككل. انت حامل المواسم انت حامل ده قصدي ان احنا خبره يعني في الحاجات دي. فطبعا كمان حتى اللي هو اللاعب اللي هو يعني عضو في المنظومه الرياضيه بدا يبقى فيه شيء بالاحتراف، كل اللعيبه دلوقتي بتعرفه ايه اللي ليها واللي عليها، كل اللعيبه بدات تجهز نفسها بشكل كبير جدا. كان زمان ممكن ناس تريح واخد بالك ويبدا يزيد في الوزن ويبدا يفقد من اللياقه، لكن طبعا واضح ان في وعي بالنسبه للاعيبه المحترفين اذا كان في مصر او خارج مصر، وبنشوف احنا في جميع القنوات ان اللعيبه بدات شغاله داخل البيت وخارج البيت على اساس انه يحافظ على الجانب البدني بالنسبه له لحد ما يجي له اشعار اخر بعوده البطوله، يبقى نسبة حوالي 25 أو 30% من اللياقة البدنية يقدر يقاوم بعد كده الفترة اللي هيحصل فيها ضغط من خلال عودة الدوري أو عودة النشاط مرة أخرى. كابتن بلال اللي بيتكلم